مصيدة السنافر الممتازة. الآن سوف أجربها. أها، إنها تعمل. خليط تحديد بصمات الأقدام يعمل. إنه قوي بعض الشيء، لكن هذا سيسوي الأمر. في النهاية لا فائدة من سنافر محروقين. يا غبي، ماذا يوجد على قطعة الخشب؟ ماذا؟ أين؟ أوه، هذا الشيء. مرحباً، يا لك من صغير لطيف. إنه يحبني. واضح أنه لا يقدر الأشخاص جيداً. هاي، ماذا تحمل يا غبي؟ عجباً، لا أعرف. أيمكنني حمله؟ على بابا سانفور أن يراه أولاً. بابا سانفور يحب أن، ولكن لا توقف. انظر ماذا وجدت يا بابا سانفور. هل أستطيع الاحتفاظ به؟ هذا زغب. لا يا غبي، بالطبع لا. أعده إلى حيث وجدته. أرأيت؟ قلت لك إن على بابا سانفور أن يراه أولاً، لكنك لم تقتنع. لكن بابا سانفور، إنه صغير. الزغب صغير مشكلة كبيرة. هيا أعد. حاضر بابا سانفور. هيا بسرعة، احملوا الحطب، سنعود إلى المنزل. آسف يا زغب الصغير، سأودعك الآن. يجب أن تبقى مسنفراً، وإلا فسيكشف أمرنا. آثار أقدام السنافر. لن يطول الانتظار هلول. ماذا ترى؟ أين اختفى هذا الصغير؟ انزل من عندك أيها العلجوم الأزرق. هلول، انظر، ما زال الخليط يعمل. توجهوا مباشرة إلى السد، سنبدأ بإصلاحه. مؤكد أنك جائع يا زغب، أليس كذلك؟ يجب أن أعود إلى العمل. إلى اللقاء. يوهو، يا زغب الصغير، لقد عدت. يا زغب الصغير،
مستعد أم لا؟ أنا آت. مفكر! مفكر، أواجه مشاكل. آسف غبي، لكنه وقت الغداء، ووقت الغداء ليس للمشاكل، إنه للطعام. أترى كما يفعلون؟ إذن ياي، منزلي! من أين جاء هؤلاء كلهم؟ من منزلي. بابا سنفور كان على حق، الزغب يعني مشكلة كبيرة، وسوف يسنفر عندما يعرف أنك خالفت أمره الغبي. بالطبع سيغضب، ماذا سأفعل؟ لا أعرف، لكن تصرف، انظر. لا، مختبر بابا سنفور. مرحبا بابا سنفور. هل من سوء يا غبي؟ سوء؟ لا لا لا، فقط المزيد من الحساء بابا سنفور، أو القليل من التحلية، بل أفضل من ذلك، لا شيء أجمل من نزهة قصيرة بعد الغداء. لكنني لم أتناول الغداء بعد، ما الذي يجري هنا يا غبي؟ ها؟ زغب؟ غبي، حذرتك من أن الزغب يثير الشغب. أعرف بابا زنفور، وأنا آسف حقا. إنهم يدمرون مختبري، هيا اجمع كل هؤلاء وأعدهم جميعا إلى الغابة الآن. حاضر بابا سنفور. إننا نقترب يا هلهول، أشعر بذلك. هناك، قلت لك كانوا هنا، ما زال غبار المنشار رطبا. لن يطول الأمر الآن. ابتعد يا زغب، سنفر من هنا. سنفورة، لتتخلصي منهم يجب أن تخيفيهم. راقبي يا أصدقائي، هدية لكم. جمعناهم كلهم يا مفكر. هذا جيد، لنسنفرهم من هنا كما قال بابا سنفور. السكينة والهدوء أخيرا. بابا سنفور، بابا سنفور، بسرعة، الزغبون يتجهون نحو السد. ماذا؟ افسحوا الطريق لبابا سنفور. اعقدوا الأصابع، هيا. يعيش بابا سنفور. هاي، بسرعة اجمعوهم قبل أن يستيقظوا. هؤلاء الصغار محقون في أن بابا سنفور، إنهم يستيقظون. لم يعد عندي دواء منوم، ولا وقت لأسنفر دواءً جديداً. نجحت، هذا هو ممر السنافر. سيمر السنافر المقرفون من هنا عاجلاً أو آجلاً، وحين يمرون سنكون مستعدين. لا فائدة يا سنافر، لا نستطيع عمل شيء آخر. هذه هي النهاية، إنها نهاية السنفرة كما نعرفها. وكل هذا بسببي. منسجم، كم هذا فظيع. لا منسجم، تابع العزف أعلى. عجبا، انظروا. أسرع يا منسجم، إنهم يحبون موسيقاك. حقاً؟ هاي، إن ذوقهم رفيع المستوى. لكن إلى أين أخذهم؟ إلى الغابة حيث ينتمون.
اسمع، إن أولئك السنافر قادمون بسعادتهم المقرفة، ولكننا سنضع حداً لهذا. أمسكنا بهم هالهول، أمسكنا بالسنافر. ونظراً إلى وزن الصندوق، كلهم هنا. بابا سنفور، قل لي ماذا سيحل بالزغبين الصغار؟ أنا لا أعرف يا غبي، لنكتشف ذلك. وأخيراً صار السنافر في قبضتي لي وحدي. ابتعدي عني أيتها الكائنات الصغيرة. لقد تمادوا كثيراً. سأقضي على السنافر حتى لو كان هذا آخر عمل في حياتي. هيا بنا، هيا. آمل أن لا يكونوا قد بدأوا. مهلاً، إلى أين تذهبون؟ ألا تريدون مفاجأة؟ إذن في هذه الحالة لا فائدة من إهدار هذه المفاجأة اللطيفة. وأخيراً سوف نستمع إلى سيمفونية بابا سنفور الجديدة. سمعت أنها قطعة جميلة. في هذه الحالة أريد منها قطعتين. إنها مقطوعة موسيقية وليست طعاماً. ولكن الموسيقى هي غذاء للروح. إذن روحي تريد سماعها مرتين. والآن سأسنفر لكم سيمفونية الجديدة. 1، 2، 3. توقف، توقف، هذا لن ينفع. ألم يعجبك عزفي؟ حسناً، الأمر أنه لا يمكننا عزف سيمفونية موسيقية بعزف واحد فقط. نحتاج إلى المزيد. نريد أن نساعدك بابا سنفور. لكننا لا نملك الآلات. اذهبوا وسنفروا بعضها. هيا بنا. لا شيء، لا شيء على الإطلاق. أنا أبحث في الغابة منذ سنوات ولم أجد بعد قرية أولئك السنافر. مياو. لن أستسلم، صحيح هالهول؟ هالهول؟ مياو 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 مياو. انزل من عندك، أمامنا عمل نقوم به. مياو. سنفور أكول، لما لا تصنع آلة خاصة بك؟ لكنني أفعل، إنها طبلة إبريقية، يجب أولاً أن أفرغ الإبريق. حسناً يا سنافر، هل الجميع جاهز؟ نحن جاهزون بابا سنفور. 1، 2، و... يا للسنفرة، لقد بدأوا من دوني. أعتقد أنك عزفت نوتة خاطئة. حقاً؟ لا مشكلة يا سنافر، دعونا نبدأ من جديد. 1، 2، و... والآن ماذا؟ منسجم، لعل السبب هو بوقك. أجل، دعني أجرب. إنه جيد. إنه كذلك. قد يعزف أفضل على آلة أخرى. هيا جرب هذه. هذا سهل. وجدت الحل، اعزف على المثلث. الأمر ميؤوس منه بابا سنفور. عزف منسجم ليس منسجما. ربما يمكنه أن يكون قائد الفرقة، أليس كذلك؟ فكرة جيدة يا سنفورة. و 1، 2، و... هذا ليس عدلا، إنهم يشعرون بالغيرة فقط، ومن يحتاج إليهم؟ والآن سوف أسنفر بنفسي وسأريهم. ما هذا الصوت الفظيع؟ أي يمكن أن يكون الرعد؟ كأنه عواء تنين مجروح أو صوت عملاق غاضب.
إنه سنفور. يا لوقحتهم، يقولون إنني لا أجيد العزف، سيندمون لأنهم سنفروني خارج الفرقة. هكذا خطرت لي فكرة عبقرية، سأتصرف بسرعة. لدي هنا ما أحتاج إليه، وقريبا سأقبض على السنافر أيضا. اتخذت قراري، سوف أعود إلى القرية، حتى لو توصلوا إلي فلن أعزف في فرقتهم، سوف أجيبهم. ستجيبهم بنعم. من أنت؟ ألا تخف، فقد وصلت قرقورة الطيبة. أكره تلك الكلمة، أنا جنية، وما عليك سوى أن تخبرني بأمنيتك وسوف أحققها لك. ألا تتمنى أن تكون مو؟ هيا الآن. موسيقي. موسيقيا. لا فائدة من ذلك، السنافر لا يعجبهم عزفي. سيعجبهم الآن، مع هذا البوق العجيب سوف تعزف موسيقى رائعة. أشكرك يا سيدة الجنية. والآن اذهب وأريه لأصدقائك. سوف يقودني إلى السنافر مباشرة. مرحبا، انتظروا حتى تسمعوا هذا. لا، عاد مجددا. أنا أكره مجددا. إنه يدعى البوق العجيب وسيعجبكم كثيرا، اسمعوا. ماذا تسنفرون؟ هل هذه مسحة؟ ماذا حدث؟ هيا يمكنكم النهوض الآن. بابا سنفور، استيقظ يا بابا سنفور. هاي، هذا فظيع، علي أن أجد الجنية الطيبة. يوهو، هل تبحث عني؟ شرشبيل، أخيرا حان وقت الانتقام. ماذا فعلت بكل السنافر؟ ها؟ من أنا؟ لا شيء، لا شيء على الإطلاق. أنت من قضى عليهم بواسطة آلتك الموسيقية. الآن ما علي سوى أن أتخلص من... لا. ولن يبقى سنفور واحد على وجه الأرض. مفاجأة أيها الجرذ، أنا أيضا أجيد السباحة. أركض قدر ما شئت، سوف أمسك بك. لا يمكنك أن تهرب مني، لقد أمسكت بكل أصدقائك الصغار الزرق وأنت التالي. أي هناك حصى في حذائي وخاصرتي تؤلمني. تشنجت ساقي وعنقي تشنج. لقد أصبت بألم في المعدة، كما أن جيوبي الأنفية منتفخة و... كاد أن يسنفر بي، والآن يجب أن أعود إلى القرية. ذلك الوحش الصغير الشرير هرب كالجبان، لكن لا يهم، لا بد من أنه عاد إلى قريته، والآن أصبحت أعرف تماماً أين تقع. سوف أتجه مباشرة، ثم أدور إلى اليمين أو ربما إلى اليسار، ثم إلى اليمين مجدداً. لا، لقد فقدت أثرهم. أنا أكره السنافر، أكره السنافر، كم أكرههم. أرجوك يا سنفورة، استيقظي. هيا يا قوي، استفق. انظر إلى هذا يأكل، إنها كعكة شهية مع الكريمة المخفوقة، ولا فائدة، لا شيء يعمل، وهذا كله بسبب هذا الشيء المسنفر السنفوري. مهلا لحظة، بما أن التأثير كان من صنع شرشبيل فلابد من أن لديه أيضا العلاج. سوف أعود يا سنافر. المصائد، الشبكات، أعددت الكثير من الفخاخ بحيث يعجز ذلك الصنفور عن الهرب. والآن علي أن أجد الكتاب السحري. أنت أيها السنفور، لقد أمسكت بك أخيراً. لم تمسك بي بعد. لا يمكنني سماعك، ولكن أستطيع رؤيتك.
سوف أحطمك، سوف أهرسك، سوف أطحنك، سوف أقضي عليك. آجلاً أم آجلاً سيصيبك الإرهاق وتصبح تحت رحمتي. عجباً، يا لها من سقطة عنيفة، وأكاد أن أفقد توازني. يوهو، ما رأيك في نغمة مفرحة صغيرة يا سيد شرشبيل؟ لا لا، أرجوك لا تفعل، أرجوك. جاهز؟ 1، 2. لا، أرجوك أرجوك ارأف بي، لن أكون شريراً بعد الآن، أؤكد لك، أرجوك. حسناً، يقول بابا صنفور إنه لا يجدر بنا أن نسنفر شخصاً واقعاً في مأزق. لا لا، أها، الآلات الموسيقية العجيبة. ها هو البوق الموسيقي العجيب. أولا، ليس هناك علاج معروف. أيتها الآلة الفاسدة، أيها السنافر، سوف ترقدون إلى الأبد. بذلت كل ما في وسعي ولن يبقى الآن سوى شيء واحد. سوف أعزف مقطوعة أخيرة تحية إليكم. أوه، توقف. لقد استيقظ. بالطبع، فهذه الجلبة تكفي لسنفرة الأموات. لكن هذا يعني أنني وجدت العلاج. لكن ما الذي يجري؟ إنها قصة طويلة يا بابا صنفور، بدأت عندما كنت متجهاً نحوه. إذن ودع شرشبيل أنه جنية طيبة. أجل؟ إذن سنفرنا نهاية صنفورية، والآن يمكننا أن نتابع التمرن على سيمفونية الجديدة. رائع، أنا وبوقي جاهزان. ستدعونني أعزف، صحيح؟ حسناً. لا نعرف ماذا نقول. الأمر أنه هو لا يمكننا رفض طلبه بعد كل ما فعله، أليس كذلك؟ بابا صنفور، لما لا؟ شاطر، إنها فكرة رائعة فعلاً. صنفور كسلان، هناك ما هو أكثر أهمية من النوم. استيقظ، فمن يستيقظ باكراً ينجز عمله بسرعة، والكسل لا يجدي نفعاً. لا أحد يحترمني. عليك أن تبتهج يا صنفور غضبان وتتمتع بكل يوم تعيشه. لا تنظر إلى الجانب اسمعني يا صنفور مازح، هناك مكان وزمان لكل إنها مفاجأة. أو شكرا لك، على الأقل صنفور واحد يحترمني. انظروا إلى أنفسكم أيها السنافر، تلعبون وتعبثون طوال النهار. إذا عرف بابا صنفور بهذا سيخيب أمله بكم. مهلا، لم أنهي كلامي. لقد أنهيت حديثك منذ سنوات مفكر. مهلا قوي. ما أردت أن أقوله إن العقل أيضا يحتاج إلى تمرين، لذا أقترح عليك أن تقوم به. عندما لا يحترم السنافر سوى القوة، لا مكان للذكاء هنا في هذه المجموعة. لابد من طريقة أخرى لكسب احترام الآخرين. وجدتها، سأسنفر شيئا عبقريا، فمن بين كل السنافر أنا الأذكى والأكثر حذاقة. من هناك؟ بجوق، النجدة، 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 بجوق. قد أجد لدى السنافر ما يمكنني أن أكله لأسد جوع معدتي. بجوق قادم، بجوق قادم، بجوق قادم. بجوق قادم. بجوق يشتم الأطايب.
باجوك يرى الأطايب، باجوك سيأخذ الأطايب. يا سيد باجوك، هذه مؤونة طعامنا للشتاء، وأنا آمرك بأن تعيدها فوراً. بعد التفكير في الأمر يمكنك الحصول عليها. كم أن باجوك لئيم، أخذ كل مخزوننا، يجب أن يخجل من نفسه. أجل، قد يتساقط الثلج في أي يوم، وإذا لم نعد تعبئة المؤونة سوف نجوع كلنا هذا الشتاء. هذه كلها غلطتك أيها الصنفور مفكر، أنت من قاد باجوك إلى القرية، لن يحترمني صنفور بعد الآن إلا إذا أصبحت قوياً وبطريقة ما تمكنت من استعادة الطعام من باجوك. سأريهم أن لصنفور مفكر الذكاء والقوة أيضاً. سيلزمني من التمارين أكثر مما يمكنني تحمله. علي أن أتصرف بسرعة. كتب بابا صنفور العجيبة، لا بد من أن أحدها يحتوي على تركيبة تجعلني قويا. لا شيء، لقد تفقدت كل كتب بابا صنفور ما عدا واحدا. تركيبات القوة، لابد من أن يفيدني في شيء. قوي، أقوى، خارق القوة. تضمن هذه التركيبة لصاحبها قوة خارقة تفوق قوة الكائنات العادية. هذه هي المحاولة العاشرة، لابد من أن تنجح. وما الفائدة؟ لن أصبح قوياً على الإطلاق. لقد نجحت! لقد نجحت! والآن سأستعيد طعامنا من باجوك وأبرهن للجميع عن مدى قوتي. ماذا تقول بابا صنفور؟ عزيزي بابا صنفور، اعلم أني سوف أستعيد طعامنا من باجوك. الإمضاء مفكر، الصنفور الخارق. الصنفور الخارق؟ هذا لا يبدو جيدا. ما الأمر بابا صنفور؟ استخدم مفكر تركيبة منحته قوة خارقة، لكنه لا يعرف أنها تزول بعد ساعتين فقط. وقد ذهب ليواجه باجوك. مسكين المفكر. بسرعة، علينا أن نوقفه. موضوع الطيران هذا أصعب مما ظننت، لكن لا شيء يوقف الصنفور الخارق. ها أنا الآن أطير. ها، لابد من أن هذا منزل باجوك. أسرعوا يا سنافر الصغار، أسرعوا أسرعوا. هاي باجوك، من هناك؟ ماذا تريد يا صنفور؟ ها؟ لست صنفورا، بل صنفور خارق. ارحل بعيدا، أنا آكل. أصمت، هذا الطعام ملك للسنافر ولا يمكنك الحصول عليه، هذا ما يقوله بابا صنفور. عليك أن تكون أسرع من ذلك يا باجوك. إنهض وقاتل مثل الغول. باجوك سيحطم الصنفور ويطحنه طحنا، سوف ترى. لست صنفورا، بل صنفور خارق. آمل ألا نكون قد تأخرنا، لن يصمد مفكر أمام ذلك الغول. الصنفور الخارق. أحلام سعيدة. والآن باجوك غاضب جدا. ما هذا؟ بسرعة، الحقوا بي. لا، مسكين مفكر، كيف سنتمكن من إنقاذه بابا صنفور؟ أحاول أن أجد طريقة صنفورة. انتبهوا. مفكر قام بهذا؟ هيا بنا، علينا أن نجده. مفكر؟ لقد نجحت يا بابا صنفور، لقد استعدت طعامنا، كله موجود هنا في هذا الكيس.
مفكر، يجب أن أقول لك شيئا بشأنك. كان يجب أن تراني يا بابا سنفور، كنت مدهشا. نعم لقد كنت مفكر. اسمعني، إن تركيبة القوة هذه. أوه بابا سنفور، ها قد أتى باجوق. فلنأخذ الطعام بسرعة ونرحل. أقول على حق، علينا أن نرحل من هنا. ليس بعد يا بابا سنفور، يجب أن ألقن باجوق درسا. مفكر، أنت تفقد قوتك. هذا ليس صحيحا بابا سنفور، أنا لا أفقدها، ما زلت قويا كما كنت. حسنا، لكان الوضع أسوأ. بقي أسبوع كامل قبل حلول الشتاء، أعرف هذا لأنه. أو حسنا، لا بأس، سوف يأتي الشتاء باكرا. بابا سنفور، إذا حصلت على تركيبة قوة خارقة أخرى فأنا واثق من أنني سأتمكن من. سنفر فمك يا مفكر. مفكر، هذه التركيبة تسبب المشاكل بدلا من حلها. انظروا، باجوق سيأكل كل طعامنا. هذا إن لم أتمكن من منعه. مرحبا أيها الضخم، تدا أنا هنا. ماذا يريد سنفور؟ أوه أيها الكبير الضخم السخيف، أنا لست سنفورا بل أنا سنفورة. ها؟ لا. أوه سيد باجوق، لو كنت تعلم فقط كم نحتاج نحن السنافر الصغار إلى ذلك الطعام. أرجوك. باجوق يحتاج إلى الطعام أيضا. أوه بالطبع تحتاج إليه، فأنت كبير جدا وقوي. فكر في السنافر الصغار الجائعين. السنافر الصغار الجائعون؟ أجل، سنافر صغار يبكون في الليالي المظلمة الباردة لأنهم لا يملكون طعاما يسدون به رمقهم. أو هذا يحزن باجوك جدا. وأنت سرقت لنا طعامنا أيها الفتى الشقي. أجل، أنت غول شقي للغاية، ألست كذلك؟ غول المشاغب. وسوف تعيد إلينا كل طعامنا، صحيح؟ لا. النجدة قوي، سوف أنقذها بابا سنفور. انتظر قليلا يا قوي، فما زلت أملك بعض القوة. لا أريد أن تؤذي نفسك يا مفكر. لا تقلق، لن أفعل، أنا سأنقذها. بابا سنفور شكراً. أشعر بالجوع. وأنا أشعر بالبرد. كيف سنتمكن من استعادة طعامنا؟ لا أعلم يا سنفورة. بابا سنفور، أعرف كيف يمكننا أن نستعيد الطعام. صحيح؟ قل لنا كيف يا مفكر. أوه احذروا من قادم على العشاء. أنا حساء الوخل شهي جدا. ماذا تفعل الصخور هنا؟ باجوق يحب الصخور المغمسة بالواحل. الصخور مقرمشة ولذيذة. علي أن أعترف يا مفكر بأن وضع الصخور كان فكرة سنفورية. أوه شكرا يا بابا سنفور، العقل دائما يفوز على العضلات كما أقول دائما. كتبت هذه القصيدة من أجلكم أصدقاء السنافر، كم أحبكم. من أعشاب المرج إلى أمواج البحار، رحبوا بكل السنافر الصغار. صفقوا صفقوا، وكأن الصوت موسيقى رائعة في أذني. منسجم، سيمفونيتك أجمل مني حتى. أوه منسجم، أنت الأفضل من بعد فطيرة ثمر السنافر. وجدتها يا رفاق،
هذه قصيدة رائعة حقاً وقد ألهمتني أيضاً. أوه لا! أنا سأؤلف سيمفونية، أعظم سيمفونية على الإطلاق، وسأسنفرها جاهزة لمساء الغد. هكذا تعزفها الأوركسترا السيمفونية. أوه، علي التمرن على البوق الفرنسي. هكذا أكون جديراً بعزف تحفة منسجم الفنية. لكن منسجم، لا يكفي يوم واحد لتأليف سيمفونية كاملة. لا تحمل نفسك أكثر من طاقتها. أوه، لا تقلق بشأني بابا سنفور. أنا واثق بأنني بارع كمؤلف بقدر ما أنا بارع كموسيقي. وهذا ما أخشاه. أهلا بكم أيها الصبيان والغيلان إلى نادي السهر المخيف، حيث تأتي كل الأشباح من كل مكان للاحتفال. الآن رجاء رحبوا كترفيه للسهرة بالثنائي الجميل الراقص الأختين كروس بونز. رأينا ما يكفي من الأشباح والهياكل العظمية لحياة كاملة لو كان لدينا واحدة. نعم، من الآن وصاعداً نريد وسيلة ترفيه حية. أجل، هذا ما نريده. أجل، أفضل البقاء في المنزل ومطاردته بنفسي. مهلاً، سأجعل الأشياء هنا تبدو حية. الأفضل لك أن تفعل ذلك، وإلا سنقصد مكاناً آخر. أحتاج إلى موسيقي يعزف لزبائني، لكن أين عسي أجد واحداً يلائم أذواقهم الغريبة؟ هل خفضتما صوتيكما؟ أحاول تأليف سيمفونية عظيمة. حتى الآن لم أكتب سوى 3 نوتات، ما زال أمامي 300,000 نوتة. أوه، لو أمكنني التركيز فقط. إذا أردت إنهاء السيمفونية اليوم، علي الابتعاد عن كل ما يلهيني. سأفعل أي شيء مقابل تأليف سيمفونية عظيمة. أي شيء؟ اسمح لي بأن أعرفك على نفسي. أنا الشبح المؤلف، وأجول في كل الريف بحثاً عن موهبة مرعبة، أعني منورة مثل موهبتك. أنا سنفور منسجم، أعزف بوق متواضع يطوق إلى تأليف سيمفونية عظيمة. ربما أستطيع مساعدتك. رجاءً تفضل إلى مكتبي. أهلا بك يا صديقي. أوه عفوا. أتناسى دوما سيئات الجسم الحقيقي. واو، يا له من مكان مذهل تملكه هنا سيدي. شكرا، تركته لنفسي في وصيتي. والآن لنستمع إلى صوت الموسيقى. واو، يعني لا بأس به، لكن كان أفضل لو عزفته هكذا. واو، هذا مصنفر جداً. وكلها لك. تستطيع وضع اسمك على الأوراق إذا وقعت عقد العمل. طبعاً، سيحب السنافر هذه المعزوفة كثيراً أيها الشبح. كيف لي أن أشكرك؟ ستجد طريقة. أيها السنافر، أتممت سيمفونيتي وأنا جاهز لعزفها. كيف سنفرتها بهذه السرعة؟ أنا صراحة جاءتني الأفكار هكذا فجأة وأنا في الغابة. جميعاً، هذا أسعد وقت في حياتي كلها. منسجم، إلى أين سنفر يا ترى؟ لقد رحل منسجم يا أصدقائي ليحترم عقد عمل وقعه لي. أنا من ألف هذه السيمفونية له، وقد وافق على قضاء بقية حياته يعزف في نادي المخيف للأشباح.
منسجم لا يوافق على شيء كهذا أبدا. أنا أخشى يا صديقي أنه لم يقرأ العقد جيدا قبل أن يوقعه، والآن انظروا إليه لأنها المرة الأخيرة التي سترونه فيها وتسمعون عزفه. النجدة، النجدة بابا سنفور، النجدة. قال إنه شرب السنفونية في الغابة فجأة. بالتأكيد التقى الشبح الرهيب هناك. إذن سنفتش كل بقعة من هذه الغابة إلى أن نجده. منسجم. لا أفهم لما كان علينا إحضار آلاتنا الموسيقية كلها معنا يا بابا سنفور. أنا لدي أسبابي مفكر. منسجم. هناك موسيقي واحد يعزف هكذا. سنفور منسجم. انتظروا هنا يا سنافري، سأتحقق من الأمر. كن حذرا بابا سنفور. ماذا جئت تفعل هنا؟ جئت لاستعادة منسجم. كما ترى وقع منسجم العقد ولن أحرره أبدا. إذن أطالب بمحاكمة لأجل منسجم. كما تشاء أيها المزعج الأزرق، لكن تذكر أنت من طلب ذلك. عجبا مسنفرة. بابا سنفور، بابا سنفور، رجاء أخرجي من هنا. ليقف الجميع. اسمعوني جيدا، اجتمعنا اليوم لمحاكمة حياة سنفور منسجم. تتألف هيئة المحلفين من 12 شبحا كانوا كلهم موسيقيين بارعين في حياتهم. سيدلي المدعي العام الآن بشهادته. أنا الشبح المؤلف البارع ألفت سيمفونية لهذا السنفور ليعتقد أصدقائه أنه مؤلف عظيم. هل هذا صحيح يا سنفور منسجم؟ نعم حضرة القاضي، أردت أن أكون الأفضل بعد فطيرة الثمر السنافر. ومقابل عملي وافق على قضاء حياته يعزف في نادي الخاص، والآن يريد فسخ العقد. خذوه من هنا. مهلا، لابد أن تعطيني فرصة لعرض قضيتي. حضرة القاضي، سيداتي وسادتي الأشباح، أطلب من أوركسترا السنافر أن تأتي المنصة لعزف السيمفونية المتنازع عليها. أعترض حضرة القاضي، عزفها مضيع للوقت. اعتراضك مرفوض. إنه لأمر مفرح جدا سماع صوت غير النحيب وقعقعة السلاسل في هذا المكان الكئيب. اتبعوا قيادتي يا سنافر، لدينا فرصة واحدة لإنقاذ حياة منسجم، والأمر يعتمد عليكم. يا لهذا الأمر، أشعر بضغط هائل. لتدخل أوركسترا السنافر قاعة المحكمة. لا تخافوا يا سنافر الصغار، أنا معكم وكل شيء سيكون بخير. حاضر بابا سنفور. سيداتي وسادتي الأشباح، اسمعوا جيدا هذه السيمفونية الأصلية التي يدعي الشبح المؤلف بأنه ألفها لمنسجم. هذا مقطع من أحد أغانيه، وأنا عملت جاهدا جدا على هذا اللحن. هذا مقطع من سيمفونيتي، ومقطع لي أنا أيضا. لقد سرق هذا الشبح المؤلف منا كلنا. من أنا؟ أنت مذنب بتهمة الشهادة زورا. أعترض، أنا أصمت. أما بالنسبة إليك يا منسجم، أنت حر طليق. بابا سنفور، بابا سنفور، لم أعتقد أني سأراكم مجددا. حين تحب أحدا لا تفقد الأمل منسجم، لا تفقد الأمل أبدا. أردت أن أكون الأفضل من بعد فطيرة ثمر السنافر، والآن أشعر بالحزن أكثر من أي سنفور آخر. بابا سنفور، يجب أن نسنفر شيئاً يفرح منسجم. أخشى أنه لن نسنفر الموسيقى مجدداً. والموسيقى كانت الأحب إلى قلبه. لا تقلقوا يا صغاري، أنا عندي فكرة قد تنجح فعلاً.
نريد منسجم. هيا أخرج منسجم. أخرج وعزف لنا كما تريد. ولكن تريدون سماع موسيقايا أنا؟ بالطبع يا منسجم، الموسيقى التي تؤلفها تساوي كل سيمفونيات الآخرين لأنك ألفتها بنفسك. إذن في هذه الحالة كم أنت وسيم وسيم، لا أعرف ماذا كنت سأفعل من دونك. لا تذهب بعيدا، سأعود على الفور. لا أستطيع الانتظار. مرحبا مغرور، لدي مفاجأة لك. أوه لا يمكنك خداعي يا مازح، إذا فتحت هذه العلبة ستنفجر. أقسم لك بسنفرتي إنها لن تنفجر. حسنا إذن. قلت لك إنها لن تنفجر، لكنني لم أقل شيئا عن فطائر الوحل. يم يم، إنها شهية. كم هي لذيذة، إنها متعة للسان. أقول إليك فطيرة شهية أقدمها لك هدية. أشكرك يا مازح، عندما يتعلق الأمر بالفطائر الطازجة فأنا لا أرفضها أبدا. إنها طازجة بكل تأكيد. ياي، ماء ماء ماء. ما الخطب؟ ألم تعجبك فطيرة الفلفل الحار الطازجة؟ أتعلم يا مازح، من المستحيل أن يمر يوم واحد من دون أن تقوم بألاعيبك السخيفة الغبية وغير المنطقية هذه. كما من المستحيل أن يمضي يوم واحد من دون أن تفرط في الأكل، أو من دون أن ينظر مغرور إلى نفسه في المرآة، أو من دون أن يعزف منسجم على بوقه، أو من دون أن يكره غضبان شيئاً ما. صحيح؟ صحيح. سنفور مازح، إذا أمضيت يوماً كاملاً من دون ممارسة الألعاب، فسأقوم أنا بتضحية قصوى، لن أنظر إلى مرآة طوال النهار. أيها السنفور الرائع الجمال، مه مه مه. وداعاً. حسناً، أرأيت؟ يا للعذاب. أظنني أستطيع تمرير يوم من دون أن أعزف ألحاني الجميلة، لكن تستطيعون الاحتمال؟ أنا أكره ألا أغضب. حسناً حسناً، لن أنام. أنا موافق، لكن اخفضوا صوتكم. نهار كامل من دون نوم؟ أما الذي أقوله؟ إذا استطعتم أيها السنافر إمضاء 24 ساعة من دون القيام بتلك الأشياء، فسأمضي يوماً كاملاً من دون ألعاب. في الواقع يمكنني إمضاء سنة كاملة. حسناً أيها المتذاكي، إذا استطعنا تنفيذ هذا الاتفاق يمنع عنك القيام بالألعاب لمدة سنة كاملة، ما رأيك؟ لما لا؟ سأمسك من دون شك بهؤلاء السنافر وهم يخالفون الاتفاق، وإلا لن أكون سنفور مازح. أمسكت بك، أو كدت أن أمسك بك. مهما يحدث يا بابا سنفور، أرجوك لا تسمح لي باستعادة المرايا إلى أن تنقضي 24 ساعة. أعدك بذلك يا مغرور. شكراً، كنت أحتاج إلى ذلك. مرحباً يا كسلان، سمعت توّاً تهويدة جميلة، هل تريد سماعها؟ أحلاماً سعيدة وليلة مجيدة، أغمض عينيك وأرح رجليك، لقد أمضيت نهاراً طويلاً وقد حان الآن وقت النوم. أحلاماً سعيدة وليلة مجيدة، أغمض عينيك وأرح رجليك، كن سنفوراً جيداً. ما زلت صاحياً. كعكة التوت المصنفر، 7 طبقات مع قشطة التوت والكريمة المخفوقة. مازح، هذا ليس عدلاً. لقد تحققت كل أحلامي أيتها الكعكة الرائعة الشهية. لا يأكل. أحتاج إلى الإرادة، الإرادة. أحتاج إلى هذه الكعكة شهية.
أستطيع الاحتمال، لا أستطيع الاحتمال. لم أنظر إلى نفسي منذ 2:26، آمل ألا يكون كل هذا القلق قد تسبب لي بالتجاعيد. مرحبا يا مغرور، يبدو أن هناك دملة على أنفك. ماذا قلت؟ دملة؟ ماذا؟ يا للرعب، يا للبشاعة، ماذا سأفعل؟ لما لا تتأكد في هذه المرآة؟ لا يا مازح، سأثبت لك أن الإرادة هي إحدى ميزات العديدة. لا أستطيع الاحتمال، يجب أن أعزف على البوق. يجب أن أذهب إلى مكان لا يراني فيه مازح، مكان معزول، مكان خاص، مكان بعيد جدا جدا. سنفور منسجم من دون موسيقى هو مثل بابا سنفور من دون نصائحه، مثل سنفورة من دون جمال، مثل مازح من دون ألعيب، مثل آي فاخ. كما خططت تماما، انتهى أمرك، أصبحت في خبر كان. لست واثقا من أن مسابقة الإرادة التي تقيمونها تعجبني. الإرادة القوية هي ميزة جيدة، لكن الاعتدال مطلوب في كل شيء. لهذا السبب إنه سنفور منسجم. رائع بابا سنفور، لقد فزت، لقد فزت. عرفت أن منسجم لن يستطيع أن يقضي 24 ساعة من دون أن يعزف. هيا استمر، انفخ إلى أن ينفجر رأسك أيها الغبي. ربما سيأتي المزيد من السنافر، عندها سنتناولهم على العشاء. صحيح ألون؟ أنا أكره الابتسام، أكرهه. أنا أكره عزف منسجم أيضا. البقاء مستيقظا أمر مجهد. انتهى الأمر. أوه، لقد خسرنا. أيها السنفور الوسيم الفاتن، كم سررت برؤيتك مجددا. كعكة التوت، فطائر التوت المسنفرة. أخبرني، هل تعرف معزوفة المشعوذ الشرير؟ لا أظن ذلك، لم تعجبني الموسيقى المعاصرة، والآن حان الوقت لتواجه مصيرك. أوقف العزف، هناك خطب ما؟ لا يوجد أي خطب، كل شيء رائع. كان هناك شيء مختلف بشأن ذلك اللحن، وكأن منسجم يائس. لكنه دائما يعزف هكذا. يم يم، إن إرادة منسجم ضعيفة جدا. بالفعل بالفعل، والآن علينا جميعا أن نتحمل مقالب مازح لسنة فقط لأن إرادة منسجم ضعيفة. لكن كان الأمر يستحق الخسارة. أنا أكره الإرادة. أحسست وكأن موسيقى منسجم تنبع من الخوف وليس من الفرح الذي ينتابه عادة عند العزف. كان الصوت صادرا من اتجاه منزل شرشبيل. أكره منزل شرشبيل. بابا سنفور، أتظن أن منسجم في ورطة؟ أنا أكره الورطات. تقديري هو أن منسجم في ورطة كبيرة. مازح، أحتاج إلى مساعدتك. أريدك أن تركز على إعداد هدية مميزة جدا، مفاجأة لم تعدها قبل الآن. اسمع. سوف أركز يا بابا سنفور، لكن كيف نتأكد من أن شرشبيل سيفتح العلبة؟ حسنا. أجل، لقد وجدت الحل، ستعمل حتى إن لم يقم بفتحها. لا أريد سماع الموسيقى أثناء العشاء، فقد تؤلمني معدتي. إذا أعددت منك الحساء فستكفيني لبضعة أيام. عجبا، على الأقل ستعيش موسيقاي. أوه، كم أنا شرير ولئيم بالفعل. لما أنا شرير؟ دعوني أخبركم بالأسباب. أولاً، أنا أؤذي الأطفال والحيوانات الصغيرة. ثانياً، أنا شرير لأنني أوقع السيدات العجز في الشارع. ثالثاً، أنا شرير لأنني لا أزور أمي.
رابعاً أنا شرير لأني لم أنظف سني منذ 36 عاماً. وأخيراً وهذا هو الأهم، أنا شرير لأنني أحب السنافر الصغار، أحبهم مقليين ومسلوقين ومشويين. هل أنت واثق من أننا سننجح بابا صنفور؟ إذا كان شرشبيل يجيد القراءة سننجح يا مغرور. ضعوها أرضاً. من أتى في هذا الوقت؟ اركضوا يا سنافر الصغار. لي أنا؟ ترى من أرسلها؟ ها هي البطاقة، لا تفتحها حتى عيد ميلادك، وأنا أعني ما أقول أمك. ولكن عيد ميلادي بعد شهور. أو كم هي صارمة. أتساءل ما هي؟ أجنحة خفافيش؟ عدة تحول إلى مصاص الدماء؟ جوارب وحوش؟ خطتنا تنجح، اتبعوني. هل أفتحها أم أنتظر عيد ميلادي؟ سأنتظر. لا لن أفعل، سأفتحها. لا لن أفعل، بلى سأفعل. لا لن أفعل. أوه أحتاج إلى بعض الإرادة. سأنتظر حتى عيد ميلادي. ربما لا، ربما لا. وماذا عن أمي؟ لن تعرف أبدا. أجل، لا أجل، لا أجل، سأفعل. لا لن أفعل. أجل سأفعل. لا لن أفعل، سوف أفتحها. ماذا يوجد في علبة مازح؟ إنه اختبار بسيط لإرادة شرشبيل. بل اختبار كبير. عرفت أنه كان علي انتظار عيد ميلادي.